السلام عليكم. دعاء اليوم الثالث من رمضان. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غيات المستغيثين. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعطرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم يا عالم بالحال، يا من عليك الاتكال، أكشف عنا الغمة، وأدم علينا الستر والعافية والأمن والأمان والقناعة، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا من واسع فضلك، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم صل على حبيبنا المصطفى الكريم خير الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.